مشاهدي ميديا ان تي في، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. تتوالى التحذيرات الأممية إزاء خطر انتشار تنظيم داعش الإرهابي في منطقتي الساحل وغرب إفريقيا. بحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فإنه رغم التقدم المحرز في مكافحة تنظيم داعش، فإن تهديده يظل جديا للسلم، خصوصا بالمنطقتين المذكورتين. في هذه الحلقة مشاهدينا نناقش في محورنا الأول الخطر الذي يشكله داعش بالساحل والغرب الإفريقي من خلال رصد خارطة الانتشار وطبيعة التداعيات. وفي محورنا الثاني نسلط الضوء على التجربة المغربية الرائدة في دحر الإرهاب، وكيف يمكن أن تستفيد منها بلدان القارة. قبل بدء النقاش نتابع هذا التقرير لنهى يوسف. تعتبر الأمم المتحدة أن وجود تنظيم داعش الإرهابي ما زال يمثل تهديداً جدياً للسلم والأمن الدوليين، خصوصاً في غرب إفريقيا والساحل. المنطقتان تعدان الأكثر تضرراً من نشاطات التنظيم والجماعات التابعة لها، بحسب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكداً أن الوضع بالساحل وغرب إفريقيا أصبح أكثر تعقيداً في ظل وجود صراعات عرقية محلية وإقليمية. المسؤول الأممي اعتبر أن المجموعات التابعة لداعش تواصل العمل بمزيد من الاستقلالية عن البنية المركزية للتنظيم الإرهابي، ما يثير مخاوف من ظهور منطقة واسعة من عدم الاستقرار. المخاوف يزيد من حدتها الصراع بين الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة، سواء التابعة للقاعدة أو لداعش، من أجل النفوذ والسيطرة على غرب إفريقيا والساحل. وفقاً لمؤشرات الإرهاب لعام 2023 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الأسترالي، فقد تزايد عدد ضحايا التطرف والإرهاب في المنطقة خلال 15 عاماً الماضية بنسبة 2000%. المؤشر العالمي اعتبر أن هذه التحولات الخطيرة في المنطقة تتطلب مواقف استباقية حاسمة لمواجهة الخطر الذي تتجاوز آثاره المستقبلية منطقتي الساحل وغرب إفريقيا. ومعنا من نواكشوط الخبير الأمني محمد عبد الله والطالب عبيدي، مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. بداية نريد أن نعرف متى بدأ تنظيم داعش الإرهابي يتسلل إلى القارة الإفريقية، وما العوامل التي أسهمت في انتشاره اليوم بمختلف ربوع إفريقيا؟ أهلا وسهلا. كما تعلمون خلال السنوات الأخيرة وبعد انحسار جماعة الدولة في العراق وفي بلاد الرافدين والشام، واستطاعت مجموعات مسلحة التسرب إلى الفضاء الليبي الذي كما تعلمون للأسف ليست له سلطة مركزية، وتشكلت هنالك شبه إمارة في منطقة الساحل الليبي، وكانت اتخذت من درنة عاصمة لها. وهو ما بدأ منه التسرب نحو منطقة الساحل والصحراء. بعد ذلك نظرا للمشاكل في نيجيريا، ظهر تنظيم الدولة الإسلامية فيما سمي بالسودان الغربي اللي يسمونه بالإنجليزية بالنسوة عن طريق بوبكر شيكاو، ثم بعد ذلك الصراع الذي أدى إلى ظهور أبو مصعب البرناوي. المشاكل في منطقتنا كما تعلمون مشاكل معقدة وكبيرة، هناك مشكلة الحكام السياسية، هناك الفراغ الأمني، هناك الهشاشة الاقتصادية، والمشاكل العرقية للأسف التي أصبحت الآن عاملا أساسيا وحرك بعض المجموعات المسلحة. وكل هذه العوامل المجتمعة أدت إلى بروز تنظيم داعش، وأيضا إلى تطوره في عدة مناطق، لأنه هو في الأصل كان منحصرا في شمال شرق نيجيريا وجنوب شرق النيجر وبحيرة تشاد وشمال الكاميرون، اللي يتطور بعد ذلك إلى منطقة ما يسمى بالحدود الثلاث ما بين النيجر وبوركينا ومالي، منطقة الأفري، وهي ما يسمى بمنطقة ليبتاغوما، وهي المنطقة التي يعني حدودية ما بين هذه الدول الثلاث. وهو الآن خلال سنة 2020 فعلاً تعزز تواجده في المنطقة، على الرغم من الأشهر الأخيرة ربما لاحظنا انحساراً معيناً وربما تطرقنا إليه، وسببه هو الصراع مع مجموعة النصارى.
طيب، توصف منطقة الساحل وغرب إفريقيا بأنهما الأكثر تضررا من نشاط تنظيم الداعش الإرهابي، ما السبب في ذلك برأيك رغم أنهما حديثة عهد بانتشار التنظيم مقارنة بتنظيمات إرهابية أخرى؟ نتحدث عن أسباب اقتصادية اجتماعية. كما تعلمون للأسف هنالك مناطق تكاد تخرج عن سيطرة كل هذه الدول، مثلا الشمال المالي الذي يشكل حاضنة لجماعة القاعدة منذ 10 سنوات، منطقة الحدود الثلاثة التي كانت منطقة تهريب كبيرة بالمنطقة، إضافة إلى شمال نيجيريا وبحيرة الشمال الذي نشطت فيه العديد من الحركات المسلحة منذ فترة طويلة. هناك أيضا مشاكل إثنية ظهرت إلى السطح، وخاصة الجديد في هذا هو تغييرات غير دستورية أيضا أدت إلى انسحاب من القوة الفرنسية والقوة الأممية، وطبعا كل هذا الفراغ الأمني أدى إلى تطور داعش في المنطقة. طيب، في بعض مناطق القارة الإفريقية هناك الكثير من المجموعات الإرهابية التي أعلنت تبعيتها لداعش، ولكنها بقيت تعمل باستقلالية عن البنية المركزية للتنظيم، ماذا يعني ذلك برأيك؟ بالنهاية أعتقد أن التنظيم المركزي في بلاد الراهبين والشام لم يعود بذلك العلاق ولا حتى بتلك القوة لمجموعات الدولة الإسلامية في السودان الغربي، لأن أخذت استقلاليتها شيء ما من هذه الجماعات، وأعتقد أنه هذا قد يكون لصالح استقرار المنطقة. هنالك الآن بدأت تظهر كذلك خلافات في هذا الشارع. هناك صراع محتدم بين تنظيمي داعش والقاعدة من أجل السيطرة على الغرب الإفريقي، وكثيرا ما تحصل مواجهات بينهما ببعض دول الساحل رغم اشتراكهما في صفة الإرهاب، ما الفرق بين التنظيمين الناشطين هناك؟ أعتقد أن جماعة النصرة كما تعلمون الآن هي لم تعد تلك جماعة القاعدة التي كنا نعرفها من قبل، وكان يقودها جانب جماعة النصرة الآن يقودها إياد أغالي، بينما مجموعة داعش وهي بالأساس مجموعات متحركة أساسها من الفلان، هي مجموعات تمارس الرعب الشديد وأيضا إيديولوجيتها إيديولوجية جد متطرفة. والصراع الذي نشطه الآن في المنطقة هو بالأساس صراع بين الجماعتين، وأعتقد شخصيا أن أمام الخلافات التي وصلتنا مؤخرا وخلافات داخل جماعة داعش نفسها قد نشهد انحصارا مستقبليا نحو منطقة تشاد وبحيرة تشاد وشمال نيجيريا بالأساس وطبعا شمال الكاميرون. برأيك ما الآليات الأنجع الواجب اتخاذها من أجل دحر الإرهاب بمختلف تشكيلاته اليوم في القارة الإفريقية؟ أعتقد أن نحن هنا في موريتانيا لدينا تجربة رائدة. كما تعلمون موريتانيا من 2011 لم تسجل فيها أي عملية إرهابية. أولا أساس كل شيء هو تحسين الحكام السياسية ومواجهة الهشاشة والفقر والغبن، هذه المقاربة الناعمة مقاربة أساسية لجعل الناس لا يرجعون إلى العنف كحل لمشاكلهم، وأعتقد أن العديد من الدول التي تعاني من هذه الظاهرة أساسها أيضا طبعا هنالك آليات أخرى صلبة، ينبغي أن يكون هنالك آليات وقائية مهمة، وأن تكون أيضا هنالك حاضنة شعبية لقوة الدفاع والأمن وما تفتقر إليه للأسف العديد من الدول هنا في المنطقة وغير الصراعات التي تكلمت عنها سابقا، وكذلك مواجهة الناحية الفكرية أيضا الإيديولوجية، لأن هذا الفكر المتطرف قريب تماما على المنطقة، وينبغي بها الأساس أن تستطيع الدول إعطاء بديل فكري وتفكيك المفاهيم التي تعتمد عليها المجموعات المتطرفة. وأعتقد أن هنالك أولا مواجهة الفكر بالفكر، ثانيا تحسين الظروف وتحسين الحكام السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الغبن، وأيضا آليات صلبة ناجعة والاعتماد
على حاضنة شعبية تمكن الأجهزة الأمنية من القيام بمهامها. إذن الخبير الأمني محمد عبد الله والطالب عبيدي، كنت معنا من العاصمة نواكشوط، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا، شكرا. مشاهدينا الكرام، يعتمد المغرب استراتيجية استباقية شاملة ومتعددة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، ما فتئت تثمر نجاحات كبيرة ليس فقط على الصعيد الداخلي وإنما كذلك على الصعيد الدولي. قبل نقاش محورنا الثاني لهذه الحلقة، نتابع التقرير التالي لمجدولين بن شريف. مقاربة أمنية شاملة ومتعددة الأبعاد، محورها الأساسي الاستباقية والوقاية، تلك التي يعتمدها المغرب في احترام تام لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان. بفضل هذه المقاربة تمكنت المملكة من إجهاض 500 مشروع إرهابي و215 خلية إرهابية منذ عام 2002 وفق أرقام رسمية صادرة عن تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2023. التعاون المثمر بين كافة الأجهزة الأمنية مكن من التصدي الناجع للجريمة بجميع أشكالها، حيث يتم من حين لآخر تفكيك عصابات إجرامية وشبكات في مجال الهجرة غير النظامية والاتجار الدولي في المخدرات، بفضل المعلومات القيمة التي تقدمها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فضلا عن ذلك، كان للمغرب دور حاسم في إفشال مخططات إرهابية في عدة دول غربية، إنجاز كان محل إشادة من الخارجية الأمريكية معتبرة السياسة المغربية فريدة وشاملة في إفشال المخططات الإرهابية من خلال تقوية ورفع تدابير اليقظة والمراقبة. المغرب أصبحت لديه مدرسة خاصة في ملاحقة التطرف، تبدأ من المستويات التربوية والدينية وتنتهي عند المستوى الأمني، معطيات أهلت المملكة لتقديم الدعم لعدة بلدان أوروبية كفرنسا وإسبانيا وبلجيكا، وكرس ريادة مغربية في محاربة الإرهاب عابرة للقارات. ومعنا من باريس الخبير الأمني والاستراتيجي عبد الرحمن مكاوي، مرحبا بك. أهلا وسهلا أخي كريم. مرحبا. بداية، ما أهم مرتكزات الاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب، وما الذي جعلها تحوز هذه الريادة الكبيرة إقليميا ودوليا؟ أولا، الاستراتيجية الأمنية المغربية ارتكزت على محورين أساسيين. المحور الأول وهو محور الوقاية، كما جاء في تقريركم، يعني كان هناك مجهود من طرف الدولة على المستوى التعليمي والإعلامي والديني، وكان هناك مشروع شرعة يعني في يعني بناء على تعليمات ملكية، وهو المبادرة البشرية أو التنمية البشرية، وهو رفع من مستوى المغاربة الذين يعرفون هشاشة سوسيو اقتصادية. هذا الشق الأول، المحور الأول الذي اعتمدته الدولة. المحور أو الاستراتيجية الأمنية بالمفهوم التقني اعتمدت على 3 أو 4 عناصر أساسية: تكوين بنك معلومات يتم تحديثه على مدار الساعة، ثانيا توعية الحاضنة يعني الشعبية للأجهزة الأمنية، أن المجتمع المغربي تحول أو أصبح مجتمعا يقظا طاردا لظاهرة الإرهاب. العنصر الثالث، التغطية الترابية للتراب الوطني أمنيا وكذلك من جميع النواحي. العنصر الآخر وهو التعاون الدولي بين الدول الشقيقة والصديقة، بين رومانيا إلى الولايات المتحدة إلى كندا، فرنسا، إسبانيا إلى غير ذلك. فالسلاح الأول منذ الأحداث الإرهابية ل 16 ماي 2003 في المغرب كان هو سلاح المعلومة الاستخباراتية الدقيقة التي تجعل المجتمع المغربي في مأمن من هذه الآفة
آفة التطرف أو العنيف، طيب وجعلت هذا السلاح يتم بلورته حسب مقاربة خاصة بالأجهزة الأمنية المغربية التي أصبحت كما قلتم في تقريركم مدرسة ومرجعا للكثير من هذه. إضافة إلى هذا، أن هذه الأجهزة أصبحت توظف كفاءات شابة، يعني تسيطر على المعلومة الاستخباراتية سواء من مصدرها المجتمعي أو من مصدرها التكنولوجي، طيب فالأمن أستاذ عبد الرحمن المعلوماتي المكاوي، أصبح اليقظة، الاستباقية، الوقاية والتنسيق، كلها كما أشرت تشكل كلمات مفاتيح للاستراتيجية المغربية لمكافحة الإرهاب. كيف يمكن لإفريقيا المهددة بحسب الأمم المتحدة بتجذر تنظيم داعش فيها أن تستفيد من هذه الاستراتيجية برأيك؟ المغرب يساهم الآن يعني في العديد من التكوينات للعديد من الأجهزة الاستخباراتية والشرطية في الدول غرب إفريقيا كالسنغال والكوت ديفوار والبوركينا فاسو والبنين ومالي والساحل والنيجر، وكذلك هناك تعاون مع الشقيقة موريتانيا. إضافة، هذا التعاون جنوب جنوب في الميدان الاستخباراتي عن طريق التكوينات سواء في المغرب أو في عين المكان، إضافة إلى المناورات التي يجريها الجيش الملكي المغربي من خلال مناورات مع العديد من الدول الأجنبية المتطورة، مع الولايات المتحدة الأسد الإفريقي، مع إسبانيا، مع بريطانيا، مع فرنسا، مع الكثير، مع الدول الإفريقية، مع غانا، إلى غير ذلك من الدول. فهذا التعاون جنوب جنوب يعني سمح يعني بالحد من هذه الآفة وهذه الظاهرة التي تدمر الجميع سواء الاقتصاد أو المجتمعات أو الدول. ولهذا فالمبادرة الملكية الخاصة بمبادرة الأطلسي بالنسبة لفك العزلة عن العديد من دول الساحل والصحراء الكبرى، وهنا أشكر زميلي من نواكشوط عندما ذكر المصطلح القديم السودان الغربي، يعني أصبح الآن أمام مشروع ضخم سوف يحد من ظاهرة الإرهاب بفك العزلة عن ملايين من طيب شعوب الساحل والصحراء الكبرى. فهناك يعني تعاون جنوب سواء على المستوى الأمني أو المستوى العسكري أو المستوى الاقتصادي أو المستوى الديني، من خلال التوعية ومن خلال يعني دروس كثيرة تعطى، إضافة إلى تكوين الأئمة، إضافة إلى العديد من الأمور طيب التي قامت بها المملكة المغربية. غير بعيد عن التعاون مع إفريقيا، اختيار المغرب لاحتضان مقر مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب في إفريقيا عام 2021، وهو الأول من نوعه بالقارة، ما الذي يؤكد، خصوصا وأننا نتحدث عن الأمم المتحدة؟ يعني الأمم المتحدة يعني عندما نتحدث هي المجتمع، هي المنظمة التي تجتمع فيها جميع الدول، فاعتراف هذه الدول بخبرة الأجهزة الأمنية المغربية وعن نجاعتها وريادتها وأنها حققت إن يعني كما ذكرتم في التقرير فككت أو أوقفت 500 مشروع إرهابي في المملكة، وكل التقارير الاستخباراتية الإسبانية والأسترالية والكندية تتكلم عن تضاعف العمليات الإرهابية في الساحل والصحراء الكبرى، وتنتشر إلى دول غرب إفريقيا، بل تزيد إلى ما يعني إلى إفريقيا الوسطى. ولهذا فالمشروع الأطلسي الذي جاء يعني اقترحه جلالة الملك يعني سوف يفك العزلة عن هذه الشعوب، سوف
يساهم في إقلاع اقتصادي واجتماعي لشعوب فقيرة استغلها الإرهاب. المغرب يعني أصبح يعني محاربا كبيرا لهذه الظاهرة ولظاهرة داعش. يعني المنطقة كلها ملتهبة ومشتعلة وكلها يعني يستغلها الإرهاب لعاملين، هو الاستيلاء على هذه المناطق نظرا لثراء وغنى هذه المناطق من ذهب وفضة وماس وبترول ومنغنيز وغاز إلى غير ذلك وليتيوم، يعني كلها مواد استراتيجية. هناك تنافس دولي، بعض الدول طيب. العظمى تتنافس على هذه المنطقة وتحرك. أستاذ عبد الرحمن مكاوح، الثقة والاعتبار اللذان تحظى بهما المقاربة المتفردة التي طورها المغرب في مكافحة الإرهاب تحت القيادة الملكية، جسدهما كذلك احتضان مراكش 2022 أول مؤتمر للتحالف الدولي ضد داعش ينظم ببلد إفريقي. ما أهم مخرجات هذا المؤتمر إزاء تنامي التنظيم الإرهابي بالقارة الإفريقية؟ نعم، بعد انهيار داعش في الرقة وفي الموصل وتراجعها في صحاري الأنبار بالعراق وفي دير الزور بسوريا، تمكنت من تسريب العديد من عملائها عبر السودان وليبيا إلى دول الساحل والصحراء الكبرى. أولا لأن داعش تمكنت من استغلال بعض المناجم الذهب التي أصبحت بمثابة الشريان الحي لهذه هذا التنظيم التكفيري، وخاصة في منطقة مينيكا أو مثلث الموت بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو. فهذا تمثل يعني أن داعش أصبحت يعني تستعمل هذه الخيرات من ذهب وفضة وماس لتسويقه عبر قنوات معينة، يعني عبر إفريقيا من مدغشقر جنوب إفريقيا إلى غير ذلك، وأصبحت يعني في حلف عضوي مع تنظيمات الجريمة العابرة للحدود والقارات. فهذه التنظيمات الإرهابية تتغذى بالجريمة، فبدون جريمة يعني منظمة عابرة للحدود والقارات والتي يعني تهرب إضافة للذهب يعني أنواع شتى من المخدرات والأدوية والرقيق الأبيض إلى غير ذلك من أنواع التهريب، فداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى تتغذى بهذه التنظيمات الإجرامية، والاثنان يحاولون تغذية بعض القبائل التي أصبحت يعني تحت سيطرتهم في الساحل والصحراء الكبرى. إذن الخبير الأمني والاستراتيجي عبد الرحمن مكاوي، كنت معنا من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا لفريق العمل، والشكر لكم مشاهدينا الكرام. يمكنكم مشاهدينا متابعة هذا البرنامج وغيره من برامج ميديان تي في على موقعنا على الإنترنت ميديان تي في.com. نلتقي الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامج عين على إفريقيا. إلى اللقاء.